السلام عليكم. هنشرح لكم النهاردة طريقة توصيل القفل الكهربائي اللي هو ده على الجهاز اللي هو 272 مع فتح الباب وبرمجة فتح الباب، لأن في نقطة لازم تتبرمج جوه الجهاز عشان يشتغل فتح الباب. فهندخل دلوقتي أول حاجة على البرمجة، ندخل على هنا الأجهزة الموصلة، وبعدين بنضغط اوكي، وبعدين هنا في قفل الباب، قفل الباب ماشي. وبعدين بننزل على الباب الاولاني، قفل الباب الكهربائي هنا بتكون اهي ماشي. بنطلع على اول واحدة، القفل الاولاني اهو، نعمل اوكي. وبعدين بنختار عدد الثواني اللي من خلالها الباب يفتح ويقفل بعديه، مثلا بنخليه في المعتاد على 4 ماشي. بكده بتظهر الموضوع قفل الباب، العلامة اللي يفتح بيها الباب. اتأكدنا كده في اتصال للباب، هنا قفل الباب ظهره ماشي. بنضغط الزر اللي هو ده يفتح الباب، وتجي لك العلامة او الاشارة ان هو ايه، تم فك قفل الباب، وفي مجال ان انت تلغي الاشارة دي. هنشوف بقى التوصيل بتاعها ازاي. الطريق قفل الباب اللي هو ده بيكون راكب في الباب بره، بيكون في طرفين، الطرفين طرف منهم بيروح مباشر على، لو جينا نبص هنا على التوصيل بيروح مباشر اهو كده، الازرق ده رايح مباشر على التوصيلة من هنا اللي هي اللي هو يعتبر البرتقاني الغامق، مش برتقاني ابيض، البرتقاني الغامق واصل هنا على لو جينا نشوف على الاس 1 هنا، واصل الازرق لفتح الباب ده، القفل تبع الباب التاني اقصد. ده واصل طرف منه على محول الكهرباء، الطرف الثاني اقصد، ده واصل طرف منه على محول الكهرباء، ده محول كهرباء، السلك الاسمر ده بتاع محول كهرباء. محول الكهرباء بيكون 12 فولت 3 امبير مثلا. في عندك هنا ده الطرف الثاني بتاع المحول بيدخل على الاس 2 هنا التوصيلة، يعني ده اللي هو البرتقاني ابيض رايح هنا على اللي هي اس 2 ماشي، اللي هو البرتقاني الابيض كده، التوصيل بتاعه اللي هو الصحيح ده من هنا على، يعني طرف مباشر اللي هو ده على اس 1 جاي هنا اس 1 من الباب. الطرف الثاني بنركب فيه محول الكهرباء اللي هو ال 12 فولت.